تمثل الذكرى السنوية الأولى لإطلاق القمر الصناعي البحريني الإماراتي المشترك ضوء واحد مناسبة لاستذكار الخطوة الأولى نحو تحقيق طموح وطني أكبر يتمثل في وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء. نعم، يعد ضوء واحد ثمرة التعاون بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الإمارات للفضاء، ويعكس المشروع مساعي أبناء البحرين وخطواتهم الدؤوبة نحو إعلاء اسم البحرين ورفعه عاليا. سيعمل ضوء واحد وهو من الأقمار الصناعية النووية الحديثة على رصد ودراسة أشعة جامة الأرضية ناتجة عن العواصف الرعدية وبناء القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الكشف عن الأشعة الأرضية المرتبطة بالعواصف الرعدية، علاوة على إسهامه بإضافة مهمة للمجتمع الدولي من الناحية العلمية والتقنية.